مشاهدينا اهلا بكم لاخبارنا لنهار اليوم. وبدايه، اين تناقش البرلمان الفرنسي في فرنسا مشروع قانون اعتذار وتعويض للحركيين الجزائريين الذين قتلوا الى جانب الاحتلال الفرنسي خلال الثوره التحريريه الجزائريه؟ كما يعترف مشروع القانون بالخدمات في الجزائر الاعضاء السابقون في التشكيلات المسانده التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم اثناء عمليه استقلال البلاد. كما أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على مراسم إحياء اليوم العالمي للطفل المصادف لعشرون نوفمبر حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول. شهدت ولاية البليدة ليلة أمس حادث مرور مروع على مستوى الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين بوفاريك والقليعة، وخلف الحادث وفاة شخصين اثنين. إن لله وإنا إليه راجعون. وإلى أحوال الطقس، إن حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ستة ولايات، وهي كل من جيج العنابة، بجاية، سكيكدة، تندوف وابن عباس. نهاية الأخبار، في أمان الله.